اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات شرح الرياضيات من البدايه. هناخد مع بعض هنكمل التقريب. احنا كنا خدنا قبل كده التقريب لاقرب 10، لاقرب 100، لاقرب 1000، لاقرب وحده. النهارده هناخد مع بعض التقريب لاقرب جزء من 10. وعشان نعرف لاقرب جزء من 10 نرجع تاني نقول اي عدد في اي رقم في الدنيا مكتوب ايه الخانات بتاعته. نقرا الرقم ده 425 و 731 من 1000. يعني الرقم ده يتقال ازاي؟ 425 و 731 من 1000. الخمسة دي الأحاد، هو 425. أنا همسك الأول الرقم الصحيح 425. الخمسة ديت أحاد، والاتنين دي عشرات عشان أنا بقولها 25، والأربعة دي مئات 425. طب من بعد العلامة العشرية يمين العلامة العشرية في جزء من 10، وبعدين جزء من 100، بقى كده جزء من 1000. يبقى اللي هنا أحد عشرات مئات، اللي هناك أجزاء، جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. طيب فين الجزء من 10 اللي احنا عايزينه؟ السبعة ديت، هو دوت اللي أنا هقرب لغاية عنده. عارفين يعني إيه أقرب لغاية عنده؟ يعني أشيل كل الأرقام اللي حواليه وأسيبه. فناخد أمثلة، مثال قرب العدد لأقرب جزء من 10. نشوف أول حاجة 42 و31 من 100. ناخد بالنا فين الجزء من 10 اللي هو ده. طب الرقم اللي قبله، الرقم اللي قبله ده رقم عشري، كسر عشري بيتشطب ما تحطش مكانه حاجة. بس هل الواحد تزود ولا مزودش؟ لا متزودش. يبقى كده 42 و3 من 10. هناخد بالنا يساوي اللي مكتوبة ديت اسمها يساوي تقريبا. يبقى كده نشوف المثال التاني 15 و35 من 100. طب انا عايز اقرب لاقرب جزء من 10، فين جزء من 10؟ برضو اللي هي التلاتة ديت. قبلها في رقم بيتشتب ما تحطش مكانه صفار ولا اي حاجه، يعني بشطبه وما احطش مكانه حاجه. بس هو يزود ولا ما يزودش؟ ده السؤال، يزود ولا ما يزودش؟ الخمسه تزود، كنا قلنا ان في ارقام غنيه من اول خمسه، 5 6 7 8 9 تزود، فالخمسه رقم بيزود، فعشان كده يخلي لي دي تبقى 4، وال 15 ما فيهاش اي تغيير خالص ابدا، يعني انا بغير الرقم اللي قبله على طول. طيب يبقى 15 و4 من 10. شوف اللي بعد كده 531 و294 من 1000. ما يهمنيش رقم كبير قصير، انا اهم حاجه فين الخانه اللي انا بقرب عندها. انا بقرب عند الاثنين ديت، هي ديت اللي هو جزء من 10. طيب انا بشطب دي ودي، بشطب كل اللي قبلها، كل الكسر 10 اللي قبلها، بس الرقم اللي لازق فيها مين؟ التسعه ولا الاربعه؟ برافو عليكم، التسعه. فالتسعه هي اللي هتتعامل مع الاثنين، هتزود ولا مش هتزود؟ التسعه ده رقم كبير، يزود، يبقى يخلي لي اتنين تبقى تلاته، وبعد كده كل الجزء الصحيح يتكتب زي ما هو 531 و3 من 10. شوف مع بعض رقم 4، رقم فيه كسر 10 كبير قوي كده، لكن احنا زي ما اتفقنا انا يهمني ان اقرب لغايه هنا اللي هو الجزء من 10. يبقى كل الارقام دي ملهاش لازمه ومش هيتحط مكانها اي رقم. يبقى كده نشوف الرقم اللازق في الخمسه دي، الواحد بتزود ولا ما بتزودش؟ ما بتزودش، قلنا في ارقام فقيره اللي هي 0 واحد اتنين تلاتة أربعة، صفر واحد اتنين تلاتة أربعة ما تزودش، يبقى ده ما يزودش، يبقى الأرقام دي اتشطبت، وكمان الرقم ده ما زودش، يبقى 12 و5 من 10. المسألة اللي بعد كده أنا عايز أقرب لغاية مين؟ الخمسة من 10. طب ما فيش أرقام تاني، يبقى المسألة زي ما هي 43 و5 من 10. حد بيقول لي ممكن تيجي لي المسألة كده؟ ممكن تيجي لي، يقول لي قرب لأقرب جزء من 10. طب أنا أقرب جزء من 10 اللي هو 5 من 10، خلاص يبقى انا مفيش حاجه هنا لا تزود ولا تنقص ولا تتشال ولا تعمل اي حاجه خالص. فعشان كده 43 و5 من 10 ده اساسا متقرب، فهسيبه زي ما هو. الرقم اللي بعده 12 و7499 من 10000. ده رقم كبير جدا، بس انا كل اللي انا عايزه عايز اقرب لغايه هنا، فكل اللي على اليمين دوت ملوش لازمه، يتشال يتشال يتشال، ما احطش مكانه حاجه. طيب الاربعه اللي هي اللازقه في السبعه، شوفوا في تسعتين، والتسعه دي كبيره وتسعه كبيره، لكن ما يهمنوش في اي حاجه خالص، اللي يهمني الرقم اللي لازق في السبعه، على الاربعه اللازقه في السبعه ما تزودش، يبقى خلاص يبقى 12 و7 من 10. حلو قوي. طب نشوف الرقم ده عشان ده مختلف شويه. ده كده انا عايز اقرب لاقرب جزء من 10 اللي هي الخمسه دي، يبقى اشطب اي رقم على يمين، الاثنين دي تتشطب، تزود ولا ما تزودش؟ ما تزودش، يبقى بقت 5 من 10. ايه ده؟ ومفيش هنا عدد صحيح؟ مفيش مشاكل خالص، مفيش أي رقم صحيح، أكتب صفر زي ما هي. طب نشوف اللي بعده رقم 8. بصوا أنا عايز أقرب لغاية التمانية دي، يبقى أشطب الرقمين دولت وما أحطش مكانهم حاجة.
بس اللي لازق في التمانية سبعة، سبعة ده رقم كبير، يزود واحد تبقى دي 9 من 10. برافو عليكم، شايف ناس كده بتجاوب معايا. تمام، طيب هنا فين أقرب جزء من 10 اللي هو الصفر ده؟ ده أقرب جزء، ده الجزء من 10 أنا عايز أقرب عنده، أنا بشرب ده وده. طب الاتنين دي كان في هنا في اتنين، اتنين ما تزودش، يبقى هتتكتب مسألة كده صفر علامة صفر، صفر علامة صفر دي اللي هي صفر، لا في جزء صحيح ولا كسر 10، يبقى دي صفر، يبقى كده في النهاية الرقم ده لما اتقرب طار أساسا، بقى صفر، بقى صفر خالص. طيب آخر رقم اللي هو 31%، هقرب لأقرب جزء من 10، يبقى أنا عايز أوصل لحد هنا، أقرب لغاية التلاتة، بشطب اللي قبلها، ما اكتبش مكانه حاجة، بس لأنها خمسة هتزود على التلاتة واحد، تبقى ديت أربعة، وتبقى هنا كده 1.4 من 10. بكده نكون قربنا كل المسائل اللي عندنا لأقرب جزء من 10، وعرفنا الطريقة، وعرفنا إن كل الكسر العاشر اللي على اليمين بيتشطب من غير ما أكتب مكانه حاجة. بكده نكون فهمنا تقريبا، أو فهمنا يعني فعلا كل التقريب اللي احنا خدناه، تقريب لأقرب وحدة، أقرب 10، أقرب 100، أقرب 1000، وفي الحصة بتاعت النهاردة التقريب لأقرب جزء من 10. يا ريت نراجعها تاني ونكتب المسائل ديت، ونبتدي نحاول نحلها مع نفسنا، وإن شاء الله هنلاقي الدنيا سهلة جدا. أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة.